وينضم إلينا من عمان الدكتور أيمن العالي مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين للحديث عن استمرار سياسة الإفلات من العقاب في العراق، لا سيما في قضية مجزرة جامع مصعب ابن عمير في ديالى وإطلاق سراح المسؤول عن هذه الجريمة. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا أخي الكريم، مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام. دكتور، السلطات في العراق بعد 6 سنوات من مجزرة جامع مصعب ابن عمير في ديالى تطلق سراح المسؤول عن الجريمة، في أي إطار جرى إطلاق سراح المسؤول عن الجريمة؟ أخي، هذه المنوال القضاء في العراق هو تابع ومسألة تنفيذ رغبات السلطات الحاكمة والأحزاب المتنفذة والميليشيات بطبيعة الحال، ولا سيما الموالية لإيران. هذا دليل بين آلاف بل عشرات آلاف الأدلة التي تدلل على أن القضاء في العراق قضاء مسيس وقضاء تابع للسلطة التنفيذية مع الأسف الشديد. وهذا يعني طبعا بعد 2003 وحتى اليوم، والأدلة على ذلك كثيرة. يعني هذا دليل من هذه الأدلة، الكم الهائل من الأدلة على هذا الموضوع. نعم دكتور، حول تأثر القضاء بالأحزاب السياسية وتدخلها في تعيين القضاء، إلى أي مدى يؤكد أن مجمل أحكام القضاء في العراق هي أحكام سياسية بالدرجة الأولى؟ أخي الكريم، يعني لو عدنا إلى مسألة تعيين القضاة وكيفية اختيارهم والأمور التي تتعلق بهذا الموضوع على وجه الخصوص، نجد كثير من الخروقات والمخالفات القانونية والإجراءات غير المشروعة التي تم اعتمادها مع الأسف الشديد في العراق ما بعد الغزو الأمريكي والاحتلال الإيراني الذي أعقبه. فلدينا اليوم عدد كبير من القضاة يعني المسيسين، عدد كبير من القضاة الذين جاءوا لينفذوا مخططات أحزابهم ومخططات الذين قاموا بتنصيبهم لهذا المنصب. حقيقة المهم جدا والذي يعني موكل إليه مهام جسيمة في المجتمع، وهو إحقاق العدالة وإحقاق الحقائق. لكن مع الأسف الشديد بات اليوم لدينا ضياع الحقوق على أيدي القضاة المسيسين الذين ينتمون إلى أحزابهم وإلى الأشخاص أو الجهات التي قامت بتنصيبهم. نعم، عدم استقلالية القضاء كيف ستنعكس على واقع الدولة والسلم المجتمعي في العراق في ظل جرائم وانتهاكات كبيرة تقوم بها الميليشيات والقوات الحكومية في البلاد بنهج أقل ما يقال عنه بأنه طائفي؟ يعني هذا تبقيت مرتبة مجزرة مروعة راح ضحيتها عشرات المصلين، بينهم نساء وبينهم أطفال. يعني هذه مشكلة كبيرة جدا تبين لنا أن الموضوع في يعني ببالغ الخطورة حقيقة. تداعيات هذا الأمر على الفرد وعلى المجتمع، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال بدون العدالة أن تحقق سلم أهلي. بأي حال من الأحوال لا يمكن تحقيق المساواة في المجتمع إذا لم يتساوى الأفراد أمام القضاء. أي تمييز للأفراد أمام القضاء يعني تبعاته وخيمة، وبنفس الوقت المخطط لها هذه يعني هذه الخروقات والمخالفات القانونية هذه مخطط لها ويجري تنفيذها 2003، لأن هذا الأمر يراد منه إذكاء الفتنة الطائفية المقيتة. وطبعا هذه النظام القائم في العراق بعد 2003 هو نظام قائم على المحاصصة الطائفية، ولا يمكن أن يستمر في العيش أو البقاء بدون هذه المحاصصة الطائفية المقيتة. نعم. طيب دكتور، يعني أمام هذه الانتهاكات إلى أي مدى تتحمل الحكومة والنظام السياسي القائم في العراق مسؤولية ما يجري؟ أخي الكريم، الحكومة تتحمل جانب يعني كبير من الموضوع هذا.
يعني إذا تحقق عدم استقلالية القضاء وتأكد عدم الحياد وانفقدت العدالة، لا يمكن أن يتذرع أحد بأن هذه سلطة قضائية ونحن سلطة تنفيذية أبدا، لا سيما أن رئيس مجلس الوزراء في العراق له صلاحيات كبيرة بهذا الشأن. فالتخلي أو غض النظر عن هكذا قرارات مجحفة بحق العراقيين ومستخفة بدماء العراقيين الأبرياء، هذه القرارات يبدو أن الاتصال انقطع بالدكتور أيمن. شكرا جزيلا لك دكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق.